Greetings everyone, and especially President للجميع ولفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا للدعوة الكريمة لمنتدى شباب العالم. مجموعة البنك الدولي ملتزمة بخلق واستدامة المساحات لتبادل الأفكار مع الشباب، خاصة في الموضوعات الملحة التي تواجه الجيل الجديد. لدينا قدر هائل من التحديات في المجتمعات. أنتم كشباب تلعبون دورا هاما في القضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين وقيادة التنمية. جائحة الكوفيد أدت إلى تعطل غير مسبوق في حياتنا وفي أعمالنا. هذه الأزمة لم تختص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، والتي تحظى بالقدر الأكبر من الشباب في كافة بين كافة أرجاء العالم، إلا أن الرجال والنساء تأثروا بشكل كبير فيما يتعلق بفرص العمل والمشاركة في سوق العمل وأيضا الشمول الاجتماعي، كما أثرت بشكل سلبي على القدرة على إيصال البرامج التعليمية. قدرنا في تقاريرنا التي أصدرت في شهر ديسمبر مع اليونسكو واليونيسف أن هذا الجيل من الطلبة في كافة أنحاء العالم يخاطر أو يغامر بخسارة 70 تريليون دولار من إجمالي الناتج المحلي العالمي كنتيجة لإغلاق المدارس بفعل جائحة الكوفيد. العائق الأكبر أمام الشباب للحصول على فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة هي عدم قدرة الاقتصاد على استيعاب قوة العمل من الشباب وتوفير فرص عمل أفضل لهم بناء على الأنماط الديموغرافية. 300 مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيطلبون فرص عمل بحلول عام 2050، ويجب علينا أن نمكن سوق العمل من أن يوفر لهم فرص مستدامة وأفضل، وأيضا يجب أن نقلل من العوائق الاجتماعية والاقتصادية وأن نعزز من البيئة التشريعية للعمل. يجب أيضا أن نستفيد من التكنولوجيا الرقمية التي تمكن رواد الأعمال الشباب من أن يكونوا منتجين، وأن نعزز من الشمولية الاجتماعية، وأن نعزز الشباب على الصمود في البيئات الهشة، وأن نوفر الخدمات، وكلها أمور في غاية الأهمية لبناء الصمود والقدرة على التعافي. الاقتصاد الأخضر من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل للشباب. نحن ملتزمون في خطة العمل الخاصة بتغير المناخية أن يكون لنا دور هائل في شمولية المناخ مع العمل، وأن يكون ذلك من خلال مشروعات ذات أولوية. منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها أن تستفيد الاستفادة الأكبر كونها المنطقة الأكثر ندرة في كافة أرجاء العالم، وذلك من خلال بناء القدرة على الصمود للصدمات، وأن يكون هناك فرص أكبر للشباب كي تظل هذه المنطقة ذات الصدارة في المنافسة. الأجيال الشابة لديها مسؤولية للمشاركة بشكل بناء في عملية صنع القرار التي تمسهم. أنا وزملائي في مجموعة البنك الدولي نتطلع للانخراط في مناقشات معكم بهذا الصدد. شكرا لك.